البنت في الصعيد عندنا او في العرب او في الدلتا حتى لما بتشتغل في شغلانه يعني الناس مش بتاخد عليها فكره، لكن الناس بتحب دايما تقول لك انا حابب اشوف راجل قدامي في الاتفاقات. انت حابب تتفقي في شقه او في فيلا او في كومباوند ستارت بيبدا مثلا ب 8 9 مليون اقل حاجه دلوقتي تمام. موجوده، يعني ازاي العميل يثق في حضرتك كامراه بتقعدي وبتعملي اتفاقات؟ هل بتعتمدي على سمعه الشركه اولا ولا السي في بتاعك؟ يعني انا النهارده لما اجي اشتري شقه مش هدور على صحرا، انا هدور على الشركه، لكن الشركه كل حتى الشركه نفسها او اصحاب راس المال بيتركوا امانه وريسك او مخاطر عند حضرتك، ازاي بتقدري تتعاملي في هذا الامر؟ خصوصا حضرتك قلت لي ان انا الهوا يعني مش بتاعت مع ان انت شقيه، بس برضه قلت لا خلينا، فازاي بتقدري تقنعي العملاء من خلال شركة أمينة ولا بيبقى الموضوع إزاي يا صحرين؟ خليني اقولك، بس مش موضوع بنت او راجل، المهم العميل جاي يشتري، مش يشتري، يشتري البرودكت، مش يشتري سحر، مش يشتري استاذ احمد محمد او حضرتك، ما بيشتريش كده، لا هو بيشتري الحاجه المنتج دي. حضرتك بيحط عائد حوالي 15 مليون 6 مليون 7 مليون، لازم الشركه اوراق مظبوطه، كل ما يخص الشركه جواب تخصيص مظبوط، كل ما يخص الشركه، الشركه ليها وده سمعه. بتقولي للعميل ما طبعا بتخبيش حاجة طبعا عليه. انا عقدي بطلعه، العقد نفسه تخصيص بطلعه كل حاجه، العقد مظبوط حتى العقد اللي بتاع الهيئة بتاع كان كذا. التجاري، ان كان الاداري، ان كان الطبي، ان كان السكني، اي عقد يخص الوحده هو اللي هيمضي عليها. انا سحر هتقابله، العميل بالنسبه لي ورثي، العميل ده انا هقابله تاني وتاني وتالت ورابع وخامس، العميل هفضل معاه. هو وثق في سحر بس في اول بيعه لما استلم، بعد ما استلم بسنتين ونص. هي دي طريقتي مع العملاء، وطريقتي دايما هي دي المستدامه من ساعه ما اشتغلت في العقارات. انا لازم اطلع له كل، انا لو مش واثقه في الشركه دي 1000000%، انا مش هنزل فيها، مش هشتغل فيها. يعني حاجة كمان مهم جدا سمعة الشركة، ولازم اشوف الاوراق بتاعت الشركه، ولازم مين مش هنقول يعني نقول اسماء، مين اصحاب اللي ليهم الفضل عليك في السوق العقاري؟ ناس كتيرة، اخرهم ناس كتير، منهم خلود، منهم ناس خلود كتيرة دي جدا. اراده التحدي، اراده التحدي هي موصيك امانه ان انت قلت انا دعم خلود. دي اختي بجد، هي ناس كتيرة جدا، كل حد فادني من اول من اول اوفيس بوي لحد صاحب الشركة، كلهم ليهم فضل يعني. عليا. العقار ده مهنه، الريل استيت ده مهنه، مش مجرد كده ان انت تقعد تقول كلمتين وخلاص، دي مهنه. خالص لازم حضرتك تكون مقتنع بالحاجه اللي بتشتريها قبل ما تقتنع بسحر. انت سحر النهارده شافت حضرتك وخلصت معاك العقد بتاع حضرتك، مش هتشوفها تاني، ممكن ما او تشوفهاش تاني بتابع معاها او لغايه بتتابع ما الدين معاها. يخلص. انا الحمد لله بتابع مع العملاء بتاعتي لحد ما يدفعوا الاقساط بتاعتهم. طب كويس قوي. محمد بايه يعني برضو اسمح لي، شغلانه العقارات او شغلانه المستشار العقاري يمكن حديثه على مصر شويه، خلينا نتكلم معاك بمنتهى الصراحه. احنا انا طول عمري بشوف الراجل ابو عمه وماسك عصايه، كوبايه الشاي ما بتخلص دايما في ايده، قاعد بكرسي كاتب شقق للايجار، فيلات للايجار، عربيات للايجار، ويافطه يجي الحي ياخد منه اليافطه برضه يجي اليافطه تانيه والشمسيه لا شغلانه طبعا حقيقة في مناطق مناطق يعني، مهندسين ممكن في شمسيه طبعا. لكن انا وبعدين احمد الراحل احمد زكي مع الرائع العظيم فؤاد المهندس مثلوا موضوع البروكر بشكل محترم جدا، طبعا بس بشكل طبعا كوميدي يعني. ايوه طبعا. فبدأت من هنا قالك الارض دي ارضي. ايوه قول لي حضرتك.